سوكا كانت خارجة من التويلت بعد ما أخدت شاور، وهي بتغني وبتقول: يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة 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 خوخة. وسندس كانت قاعدة مستنياها: رايقة قوي انتي، ولا كأنك عاملة مصيبة. اوف بقى، انتي ايه اللي جابك هنا؟ جاية اشوف حل للي احنا فيه. انا خلاص زهقت ومش قادرة استحمل بقى. خلاص انا فكرت ولقيت الحل. بت يا سوكا، بلاش حلولك بقى اللي بتودي في داهية دي. لا ما تقلقيش، الخطة المرة دي هتظبط اخر قلصتها. ربنا يستر. وتاني يوم سوكا كانت واقفة مع شمشون وسندس. عارف يا زفت هتعمل ايه ولا مش عارف؟ لا مش عارف، اصلا انا نسيت. ولا اقولك انا جعان، اكليني الاول، اكليني، ها ابوس ايدك اكليني. اكلك تمسح يا بعيد. ولا هو انت مش لسه اكل سندوتشين فول بحالهم؟ في ايه بقى يخرب بيتك؟ لا انا لسه جعان، دول كانوا صغيرين. يا سوكا فكك منه وقوليلي بقى ناوي على ايه. تعالي ورايا وامرنا لله. بص يا ستي، انتي هتخبي وشك بالماسك ده. وبعدين هنخلي الزفت ده بقى يدخل يخوف الناس اللي في الشركة، ويقوموا يطلعوا يجروا، ونقول ان الشركة فيها عفاريت. يا سلام، افرضي بقى اتمسكنا. هتمسك ازاي ذكاؤه واحنا بالماسك ده؟ ركزي بقى. صح، محدش كده فعلا هيعرفنا. وبعد وقت في مكتب عماد، معتز قال: امال سوكا يعني بقى لها فترة كده مش طالع لها صوت، ايه استسلمت؟ انا بقولك كفاية كده ونخليهم يشتغلوا حاجة تانية بقى. بقولك يا عمدة، انا ملاحظ كده يعني ان في سنس بينك وبين اللي اسمها سندس دي، صح ولا ايه؟ بصراحة بقى انا معجب بيها قوي، وكنت بفكر اكلمها. وقاطع كلامهم صوت الدوشة اللي جاية من بره المكتب، وعماد ومعتز خرجوا يجروا. ومعتز زعق للموظفين: ايه ده؟ في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل هنا؟ وواحد من الموظفين: بصراحة يعني يا استاذ معتز، في حاجة مش تمام. مش تمام ازاي يعني؟ الحاجات بتتحرك من مكانها، احنا خايفين قوي. ايوه انا كنت قاعدة في مكتبي وفجأة في حد طفى النور عليا، وانا حسيت ان في حد ضربني بالقفا وطلع يجري. وانا في حد قطع لي البنطلون، انا عايز اروح. عماد ومعتز بصوا لبعض، ومعتز قال بصوت واطي: شوف لي سوكا فين وخليها تيجي على مكتبي. وفجأة النور قطع والناس كلها خرجت تجري من الشركة. لا بقى، ده فعل فاعل، وانا هعرف كويس مين اللي ورا اللي بيحصل ده. استنى طيب، انت رايح على فين؟ هروح مكتب الامن واشوف كاميرات المراقبة. وعند سوكا وسندس اللي دخلوا مكتب عماد، وسندس قالت: تاني يا سوكا، انتي ما حرمتيش بقى؟ يا بت دوري بسرعة، اكيد العقود هنا. وسندس: لا انا مش هدور معاكي، انا ماشية بقى كده يا واطية. طب ايه رأيك بقى ان انا مش هقطع العقد بتاعك؟ ماشي تمام، وانا بقى هبلغ معتز واقوله انك السبب ورا كل اللي بيحصل ده. وفي مكتب الامن معتز واقف قصاد الشاشات، شايف الشخصين دول؟ انا بقى شاكك انهم سوكا وسندس. يا سلام، وايه اللي بيحرك الحاجات من مكانها؟ لا دول شكلهم عصابة. كويس انك قفلت الابواب كلها لغاية ما البوليس يجي. وبعد وقت البوليس جه وفتش الشركة كلها وما لقاش حاجة، ودخل مكتب معتز ولقى سوكا وسندس قاعدين. ايه ده، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ايه عادي بنتشمس. اصل المكتب هنا الهواء بتاعه بحري قوي. نعم يا اختي، انت هبلة انت وهي ولا ايه؟ بس يا معتز قولولي بجد، انتوا بتعملوا ايه هنا والشركة كلها مقلوبة؟ بصراحة يا استاذ عماد احنا كنا بنصرف العفاريت، اصل الشركة اللهم احفظنا يعني مليانة عفاريت. مفيش اي حاجة ناقصة، من الظاهر كده ان في حد كان بيلعب في سكينة الكهرباء، وده اللي خلى النور يقطع. والظابط خلص شغله، وسوكا اخدت سندس ومشيوا. يلا يلا طلعي يلا الورق بسرعة، يلا بقى فرحيني. سوكا طلعت الورق اهو. ايه ده يا لهوي، ده مش الاصل، دي صورة. يا ميلة بختك يا سندس، يعني اللي احنا عملناه ده كله راح على الارض؟ لا وانا اللي قلت خلاص همشي ومش راجع تاني. وتاني يوم سندس راحت لسوكا البيت: ازيك يا زيزو، امال اختك فين؟
اهي مرمية جوه، مش عارف بقى هي ماتت ولا ايه. وجات الام بعد الشر عليها، تعالي يا سندس يا حبيبتي اتفضلي. اهلا يا طنط، ايه انتوا بتنظفوا ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، احنا هنعزل من الشقة وكله من تحت راس صاحبتك دي. طب هي فين صح؟ دي ما جاتش شغل النهاردة. اهي مخمودة من امبارح، اصلا انا دخلت اقلبها في قرشين وفكرتها ماتت. ادخلي شوفيها مالها، دي قافلة على نفسها من امبارح، مش عارفة مالها دي. وسندس دخلت اوضة سوكا. بت يا سوكا اصحي. الله، انت يا بت، انت متي ولا ايه؟ يخرب بيتك سوكا. عايزة ايه يا بت انتي؟ ها، ايه اللي جابك هنا اصلا؟ عندي ليكي خبر، انما ايه اخر حلاوة. قولي. على الله يكون معتز دخل في اوتوبيس واتفرتك ميت حتة. لا، الخبر يخص عماد، اصله لقيته بعتلي وقال لي انه هيخليني السكرتيرة بتاعته. يا بنت المحظوظة. بت يا سوكا، انا حبيت عماد ده قوي. حبك بورس بت انتي، اوعي تكوني نسيتي تكلمي عليا. لا، ما انا كلمته يعني، وقال لي معتز ناوي يرقيكي، بس مش عارفه هتشتغلي ايه. اكيد هيخليني امسح السلم، ما انا عارفاه. وتاني يوم سوكا راحت الشغل ودخلت مكتب معتز. بقولك ايه، بص بقى، انا مش طالبه منك كتير، انت بس تقبل استقالتي ويا دار ما دخلك شر. او انسي، انت هتفضلي تشتغلي هنا لغايه ما تقولي حقي برقبتي. حرام عليك، انت ايه، ما عندكش يعني انسانيه؟ ما عندكش اخوات بنات؟ في ايه بقى؟ لا ما عنديش. ويلا روحي شوفي شغلك ونظفي الضمير. ها. وسوكا بصت له بغيظ ومشيت وسابته. وبعد وقت سوكا وسندس كانوا واقفين. بت انت ناويه على ايه؟ وايه اللي في ايدك ده؟ دي بودره عفاريت. بودره ايه؟ اوعي تكون يعني تخص شمشون. لا، ده انا جايبها من عند سيد العطار. ودي هتعملي بيها ايه بقى؟ خليكي هنا بس وشويه وهوريكي النتيجه. وبعد وقت معتز يا عيني كان واقف وبيرش في جسمه، والشركه كلها بتضحك عليه. الحقني يا عماد، هموت، مش قادر. في ايه معتز، انت بتعمل كده ليه؟ نار نار، طفيني يا جدع، نار مولعه في جسمي، طفيني، مش قادر. اطفيك ازاي؟ طب انا مش عارف اعمل ايه. اطلب المطافي وحياة ابوك اطلبه، هموت، جسمي مولع، مش قادر. وسوكا جت بجردل ميه كبير ودلقته عليه. وسع كده يا استاذ عماد، ما يصحش يعني المطافي تيجي وسوكا موجوده. يخرب بيتك يا سوكا ويخرب بيت دماغك. وسوكا ضحكت وقالت يلا بالشفا، تعيش وتاخد غيرها. اخر اليوم في الشقه الجديده سوكا كانت قاعده بتتفرج على التلفزيون. والله يعني يا ماما الشقه دي شرحه وبرحه كده، احلى من الشقه القديمه المعفنه دي. على الله بس يا اختي نلحق نقعد فيها وما تكونش زي اللي قبلها. وزياد جه. ماما ماما انا جعان. انا ما عملتش اكل، شوف لك اي حاجه في التلاجه يا واد. ايه يا ماما، التلاجه فاضيه، ما انت عارفه. فاضيه فاضيه دي ايه، دي فيها بطيخه بحالها وكمان طبق جبنه. وازازتين ميه. وراحوا فين بقى؟ كنت جعانه كده يعني وقلت اخد تصبيره عقبال الغدا يعني ما يجهز. اكلتي البطيخ كله؟ طب وربنا ما انا عامله غدا، يلا كلوا في بعض بقى. وزياد قرب من سوكا. ولا انت هتاكلني ولا ايه؟ ابعد من هنا احسن لك. انا جعان جعان ومش قادر ومش هستنى اكتر من كده. وزياد قرب من سوكا وعضها. يا ابن العضاضه وربنا ما انا سايبكش يا كلب. وعند معتز في المستشفى. هي سوكا، ايوه هي، مفيش غيرها بغباوتها دي. يا عم ما تظلمهاش، دي دلقت عليك المية عشان كنت صعبان عليها. انا معتز فرغلي يتعمل فيا كده وسط الشركة والموظفين كلهم وكله يضحك عليا؟ ايه ده بقى، ايه ده؟ معلش يا صاحبي، تعيش وتاخد غيرها. والباب اتفتح ودخل ابو نواس. انا لسه راجع هالحين من مطار وعرفت انك مريض وجيت اشوفك. ومعتز نط ووقف على السرير. طويل العمر طول عمره وينصره على مين يا عدي، هاي هي.
وعماد ضحك. كيفك يا ابو نواس وكيف اولادك؟ منيح منيح، كلهم بيسلموا عليك. انا رحت الجراج ما لقيت الرانج روفر حقي. ها ده دي انا كنت سايبها في المغسله. شو مغسله شو؟ احنا كنا عارفين انك نازل مصر قريب، فقلنا يعني عشان كده ننظفها يعني وتبقى حلوه كده. ايوه كده بالظبط زي ما هو قال. وهلا شد حيلك كده يا بطل عشان انا ناوي كافئك انت وعماد. ومعتز نزل من على السرير. استنى استنى، انا خلاص بقيت كويس. ها بقى ايه المكافاه؟ وعماد قرب منه. ايه بقى، هو مش من شويه كنت هتموت؟ ايه اللي حصل لك بقى يا عم؟ ملكش دعوه، انا شفت طويل العمر خفيت على طول. ولحد هنا خلص الجزء ده. ويا ترى مصايب سوكا هتوديها على فين؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم القصة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.